استيقظ أهالي مدينة المكلا في محافظة حضرموت على أصوات الرصاص وانتشار جنود الأمن في أحياء وشوارع المدينة لمنع التقطعات وأعمال العنف. وأفاد مراسلنا في المحافظة أن جنود الأمن تمركزوا في الأماكن الهامة في المدينة، ترافقهم أطقم ومدرعات عسكرية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات متقطعة في ديس المكلا أسفرت عن جرح جندي. الجيش.